في إشادة كبيرة بالمستوى المتميز اللي ظهرت بيه بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبية، سواء على مستوى المنافسات أو على صعيد الأمور التعليمية، بجانب الأداء القوي اللي قدمه أبطال مصر البارالمبيين في تنس الطاولة وفوزهم طبعا بالعديد من الميداليات. بطولة أقيمت بمجمع صالات حسن مصطفى لكرة اليد والألعاب الرياضية ب 6 أكتوبر، وشارك فيها 212 شخص من لاعبين وأجهزة فنية وإداريين من 18 دولة من مختلف دول العالم. هنعرف تفاصيل أكتر من التقرير التالي. يعني احنا الحمد لله البطولة كان فيها أكتر من 18 دولة أو 18 دولة، كان في دول كتيرة زي الهند وفرنسا، رومانيا، أسبانيا، يعني دول من ضمن الدول الكبيرة في لعبة تنس الطاولة. والحمد لله يعني البطولة كانت جيدة، وإن شاء الله هي أول محطة إعداد لنا للمنتخب المصري للأولمبياد، فبنتمنى من الله التوفيق في اللي جاي إن شاء الله. البطولة هذه كان تنظيمها جدا رائع، ونشكر أخواننا المصريين طبعاً، نادي بلدنا الثانية وحبايبنا، فعلاً شعرنا أن في وسط بلدنا، يعني ما تغربنا يعني ما تلقيناه من حفاوة وترحيب في هذا البلد، صراحة شيء يشرف يعني الوطن العربي كاملة والتنظيم اللي صار، والحمد لله. والله المنافسة كانت شديدة، وكان في دول كتير ما شاء الله مستوياتهم قوية، بس الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا كرمك الحمد لله، خدت مركز ثالث في فردي الرجال، وخدت ميداليه فضيه في الزوجي الرجال. والله محتاجين القاء الضوء اكتر على رياضات المعاقين عموما، لان طبعا الرياضات الثانيه واخده الاضواء، فاحنا محتاجين نكتر من الاعلام على موضوع رياضه المعاقين.